السلام عليكم، انا صديق ديال الاخ كمال الله يرحمه والله يوليه برحمه الله. تنتفاجئ الصباح هذا، البارح ما كنتش خدام، اليوم جيت خدمت هذا الصباح هذا، تنتفاجئ بالخبر ديال الوفاه ديالو. واش نقول لك؟ ان لله وانا اليه راجعون. والله يصبره، والله يصبر وليداته والعائله ديالو. واحد الانسان كان انسان طيب، التعامل ديالو زوين مع كاع الشيافر. تيوقع شي مشكل كيكون تدخل ديالو في محله، واش نقول لك؟ الله يرحمه، الله يوالي برحمه الله. اي الناس راهو مصدومه دابا، الاصدقاء ديالو دابا راهم تقريبا دابا راهم كاينين في هذا اللي تيقولوا الفوريان في مدينه سالا، باش واقيلا غيتسلموا الجود تاعنا على حسب واحد الصديق ديالي اتصلت به غير دابا. وانا ان شاء الله راه دابا غنسالي معاك ان شاء الله، وغادي نتجه لعندهم باش نمشيو نشوفوا نديو السيد باش يدفنوه الله يرحمه. انا الصديق ديال اخ كمال في العمل طاقتي، الله يرحمه الله يوسع عليه. كان راجل مزيان، كان طيب، ما شفنا منه حتى شي حاجه اللي كتضر الاخوه ولا هذا، وقدر له ما شاء فعل. الله يرحمه ويوسع عليه ويوسع عليه في القبر ان شاء الله الرحمن الرحيم، ويرحمه ويوسع عليه. كان صدمه كبيره، وكان سميتو كان واحد تاع العمل ما بقاش انسان يقدر يعمل وهذا هذا. واخونا كما كان الحال، اخونا كما كان الحال راه بقى فينا الحال وصافي والسلامه. ما قدرتوش تخدموا اليوم كنشوف؟ لا لا، الخدمه كلشي كي مجموعين هنا، كلشي باغي سميتو على الشيء اللي وقع وهذا ما شاء الله. شنو سمعتوا من الحديث اللي كيدور؟ ما سمعنا حتى لسه شي خبر ديال شي حاجه اللي كدور ما بين العائله، وكشي كيبقى داك الشيء كيبقى سر بيناتهم. حنا ما عندنا حتى شنو وقع؟ لا، هو انتحار، ولكن الله اعلم كيفاش القضيه. هو انتحار راه بان في كاع في سميتو في الاعلام وهذا، ولكن ما عندناش عليه شي خبر ان شنو جرى، لان السير مشى مع الموت، لا المراه ولا الزوجه ولا هو مش كدير ولا ما يتعرفش. انا شيفور طاكسي، ولاني خوك في الحرفه، واخا ما كنعرفوش راه بقى فينا الحال بزاف صراحه. الله يوليهم برحمه الله، وذاك الشيء السر كيقسموا بيناتهم، الله هو اللي كيعلم ذاك الشيء. اليوم تجمعوا صحابه ولا الطاكسيات؟ تجمعوا صحابه مساكن كاملين، وبقى فيهم الحال اختي كاملين، الله العظيم لا تالموا مساكن من جهتهم. سيرتو كيقولوا عليه درويش. درويش مسكين وراجل طيب صراحه. هي ذاك، واخا انا ما كنعرفوش شايف وجهه، لان اختي انا تيعاودوا عليه الدري، زعما حنا نفس الحرفه راه نحسوا بالخونه ديالنا، راه خونا هذاك نحسوا به الله يرحمه ويستر عليه. انا خدام في الطاكسي وصديق المرحوم الله يرحمه، ولكن حنا ما كنا عارفين عليه والو، عارفينه راجل مزيان، ما عمرو ادانا، ما عمرنا ادينه، الله يجدد عليه الرحمه والعزل والديه، الله يرزق من الصبر. اليوم تفاجئتوا بهذا الخبر؟ البارح سمعنا هذا الخبر ديالو، ملي سولنا قال لك راه الخبر صحيحه، راه بينا تمات المراه طاحت، هو طلع للسطح وتصوت باش عرفنا، ما عرفناش علاش، الله اعلم. انتم تفاجئتوا؟ ما عمركم ما تخيلتوا بانه يقدر مثلا ينتحر ولا ما كناش نحسبوا هذا الشيء، وما كناش نصعبوا هذا الانتحار غيكون كاع. حنا ملي سمعنا هذا الشيء جاتنا مفاجاه. كيفاش هو داير معاكم؟ محبوب معاكم؟ مزيان بخير، درويش، ما فيه حتى شي حاجه عيب خايبه، كاع ما فيه الخايبه، وهذا هو المشكل ديالو. هو راجل درويش ظريف، هذا كيوقف ترافين، تيوقف حدا الشجره وتسمعنا هذا الخبر ديال البارح، هذا الشيء اللي كاين. اللهم اغفر لنا وليه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيربريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.